ونفس الرؤية هذا الرجل المغربي انطلق مباشره جمع ماله واغراضه واتجه الى مكه حرسها الله اخذ عمره ثم بدا يتصل ببعض من يعرفه من الدعاة والصالحين نريد فلان ابن فلان ابن فلان بحثوا عنه فتشوا عنه وجدوه في حي قديم وإذا بهم يدخلون هذا الحي ويسألون عن فلان ابن فلان ابن فلان، يرون هيئتهم صالحون أشكالهم صالحة نريد فلان ابن فلان ابن فلان، قالوا ماذا تريدون به؟ هذا ما يناسبكم هذا إنسان خربان وأنتم أناس صالحون قالوا نريده اتجهوا إليه وجدوه خرج إليهم يقول هذا الداعية خرج إلينا وإذا بي أرى منظره استغربت الذي كان في مخيلتي انه رجل عابد ذو لحيه كثه وجه يضيء نورا يقول واذا بي اتفاجا بهذا الانسان قال خاف منا من انتم؟ اقترب منه هذا الداعيه وقال له انت فلان ابن فلان ابن فلان قال نعم انا هو ماذا تريد؟ قال جئتك وبشوك بأنني رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث ليالٍ والله ما كذبت عليك في حرف واحد قال اذهب اليه وبشره انه من أهل الجنة. يقول هذا الرجل وضع يديه على رأسه سقط على الأرض يقول أنا من أهل الجنة أنت تكذب علي قال والله ما كذبت عليك وتوي فرغت من العمره الان والله لا يمكن اكذب عليك قال انا وجلس يبكي قال اذهب هيا بنا نذهب الى الحرم ثم قال له هذا الرجل الداعيه قال سالتك بالله من العمل الذي صنعته وش عندك من عمل قال انا والله اني افجر واحد في هذه المنطقه والله إني أشد إجراما في هذه المنطقة إن لم يكن في المملكة كلها الصلاة مقصر فيها الحرم بجانبي لسنين ما ذهبت إليه قال راجع نفسك عمل هنا وهنا قال ما فيه إلا عمل واحد أذكره أن فلان جار لي توفي وترك أرملته وأطفاله فاقسمت بالله العظيم ان اقسم راتبي بيني وبينهم اقسم راتبي بيني وبينهم والله من ذلك القسم الى يومك هذا وانا اقسم الراتب بين هذه الارمله وبين اطفالها واطفالي من يعمل هذا العمل ونبينا صلى الله عليه واله وسلم يقول القائم على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر قال هيا بنا إلى الحرم قال لا ما أجي الحرم وأنا بهذا الشكل ذهب واغتسل لبس ملابس انطلقوا إلى الحرم يقول أول ما دخل وإذا به يبكي ما توقفت دمعاته أقيمت الصلاة صلى الإمام قرأ الآيات يقول وإذا به في حالة بكاء هستيرية يقول أنا بكيت من بكائه ويركع الركعة الأولى والثانية ثم الثالثة وفي السجدة قبل الأخيرة لم يرفع رأسه من السجود قبض الله عز وجل روحه الله كريم والله لن تدخل الجنة بلحيتك ولا بثوبك ولا بمالك ولا بعباداتك ولا بصلواتك وانما تدخل الجنة بهذا القلب ان كان صادقا مع الله عز وجل. عمل بسيط حقير في نظرك لكنه عظيم عند الله كالجبال. وعمل عظيم كبير في نظرك قد يجعله الله عز وجل صغيرا حقيرا غير مقبول. بالعجب والغرور لا تيأسوا لا تقنطوا انتم تتعاملون مع الله تتعاملون مع الكريم ثم اطمئنوا لانكم مسلمون يا رب يا رب يا رب أمتنا على لا إله إلا الله